رسالة اليوم لك. ذلك التأخير الذي يحزنك ويقلقك، والله صدقني يحمل وراءه فرحة عمرك. فالأمور لا تتأخر، وإنما يختار الله موعدها وتوقيتها المناسب. فإذا جعلك الله تنتظر كثيرا، فكن مستعدا لتحصل على ضعف ما كنت تتمنى. فقد يؤخر الله عليك الجميل حتى يجعله أجمل. فقد ثق بالله. هلا أميغوس، مرحبا أيها الأصدقاء، أهلا فيكم فيديو جديد. أنا ميرا المرمورة الحلوة الأمورة. رمضان مبارك سعيد عليكم يا رب، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير يا رب، عويش مبروك علينا وعليكم، إن شاء الله رب يعيدوا علينا بالصحة والسلامة ونكونوا ديما مجموعين مع العائلة وحبايبنا. أما بعد، فيديو هذا رح يكون روتيني الحقيقي لليوم هذا، لأنه أنا ما عندي جدول أمشي عليه الصراحة. فاللي رح سويه اليوم، أني اليوم كان عندي عطلة، ما عندي دوام، بكرة عندي دوام، ورح يكون الظهر. سو رح ابتدي اول شيء اني انا اطبخ واخلي اكل لبكره، لاني رح اخلص دوامي متاخر، فبلاقي اكل يدوبك يعني اسخنه. نظفت اوريدي بس الكيتشن، ناقص الباقي. بدنا كمان يكون عندنا جدول العبادات تبعنا، نسال الله العوض ونستغل فرصه رمضان. بحس انه الاجواء حاليا كثير الناس نفسيتها تعبانه شوي، وبحس انه هالشي بحكم التاثير العالمي، فرمضان اجى في الوقت المناسب عشان يغسل ارواح. فخلينا نشوف كيف راح يكون يعني سكادجول تبع اليوم، كيف راح يمشي. راح اسوي لكم كمان بكره شوي من المشفى. هلا شو راح اسوي؟ راح اطبخ. الاذان تقريبا بعد ساعه ونص من هلا، فانا اللي راح اسويه اني راح اروح اطبخ شرب اشرب، ما يعني هيك تاخذ كثير وقت. بنفس الوقت بدي اسمع بودكاست. I love her. بحبها كثير هاي البنت. هي بنت يعني اجنبيه طبعا، بتحكي على الاشياء كلها في العلاقات اللي احنا ذكرها الاسلام، اللي ما بين المراه والرجل، اللي كلها بالحق هي عاداتنا وتقاليدنا، ولكن بحكم التشوهات اللي صارت لنا باتباع الغرب صرنا بنعيش مثلهم، وهم صاروا يدعوا للعيشه اللي تبعنا احنا انها هي الصح. هالعالم هذا غريب ايها الاصدقاء، لهيك الواحد يتمسك بجذوره، يتمسك بهويته، لانه بحس انه بس الخليجيين حاليا فيما يتعلق بالعلاقات هم الوحيدين اللي متمسكين بهويتهم. احنا في شمال افريقيا بما فيهم مصر، بحس انه تشوهنا كثير، تشوهنا. وكمان الازمة الاقتصادية يعني صراحة ساعدت في ذلك بشكل كبير، انه صارت الموضوع 50-50 مع strong independent woman ومقوماتها. انا مش ضد strong independent woman، بس ضد يعني الاكستريم اللي صاير. هذا موضوع حلقة كاملة ممكن احكي فيه اذا بدكم، او بس هيك يلا نبلش نطبخ. بدي افرجيكم الاوتفيت تبعي. هذا الاوتفيت كان عليه ضيق كثير، حسيته انه صار اكثر اوسع، صار علي اكثر اوسع. اذا لقيت الفيديو اللي كنت مصورت لكم فيه فيديوهات شيئين وبعدين ما نزلته الفيديو، قررت ما انزله. انا كثير اصور فيديوهات احيانا ما انزلها، فحط لكم انه كيف كان علي قبل وكيف هلا. بس انا هون سويت له هاي السطر، خلينا نشيلها. انا بتنفس حريه ما تقطعني النفس، محفف هكا محليه، لكن حيتشوه بالطبخ. على فكرة أنا وزني حاليا 75 كيلوغرام، وسابقا كان 75 كيلوغرام، يعني ما تغير. أنتوا بتقولي إن فعلا ما تغير من وزني ولا شيء، ولكن شكلي تغير بشكل مختلف، يعني باين إنه أنا نحفانة، بس في الميزان ما مبين ولا نحفانة ولا شيء. لهيك بقلكم إياكم تتبعوا الميزان، إياكم يكون عندكم هوس بالميزان، لأنه ممكن يفقدكم الموتيفيشن. وبس هلا نطبخ أكلنا الصحي، لأنه من أهداف مرمورة في رمضان إنه اتنشف، بدي أنشف. بس إنه رمضان فرصة إنه الواحد يسوي هذا التنشيف، فبدي أنشف وأساعد إني أتخلص مثلا من الدهون اللي موجودة في الخصر. أما الآن أيها الأصدقاء فلنبدأ. أيها الأصدقاء لا تنسوا أنكم تحطوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، تابعوني على الانستغرام. يلا يا مرمورة راح يأذن وانتي ما طبختي.
اللي ما رح يحط لايك. سويت خلطة الدجاج فبدي اسويها بانيه، يعني مش رح اسوي الكمية كاملة، فقط احتياجاتي لليوم، الباقي رح احطه في علبة واستحفظ عليه عشان كل يوم قبل الافطار بشوي اسحب قطع. هناك الشربة بعدها عم تطبخ، سويت معهم سلطة، جبت هون من سوبر ماركت فراولة، افكر يا اما اسويها عصير او اني احطها مع موز هيك اقدمها كغلال، بعدني بفكر رح نشوف. صوتت في بسمع، فيش اي تونسي يعني ممكن ما يسمعها وما تعطيه النوستالجيك لرمضان زمان لما كنا مراهقين وهيك، رمضان تبع الالفينات، عرفتوا بداية الالفينات. انا محضرة ميك لروحي وعاملة فازيت وهكا سلو ليمود، فقلت عليش انا ما نلبس جبة هكا تعطي الفايبس تبع رمضان، فلبست الجبة متاعي وبش نحل يعني حاجة كوميدية، اي مسلسل كوميدي تونسي نتفرج فيه بعد ما سمعنا اسماء الله الحسنى، لانه احنا عنا في تونس الدخلة هي اسماء الله الحسنى. بسم الله. One eternity later. One eternity later. صلي على النبي اول مسلم فجاه شعوني نمشي ننظف الدار، واحد يشجعني بكلمه مشجعه. يا كلب يا هبل يا طاق به يا بوسه كبيره ماماتي ولوما الى اللقاء، باي باي. Marriage is the only foundation. Otherwise, it's just kind of floating in the air. We don't have time for that. You are way, way too precious to waste your time on a boyfriend. So you're single until you're married. It's time for my supplement. أخذ أيوة جماعة supplement. بسم الله.
The next day. ورايحين نتمرن. كم الساعة عندي؟ حاليا عندي الساعة 6، انا بتمرن الساعة 6:30 وهو تقريبا اذن الساعة 7. شو راح اسوي؟ راح اسوي ويت ليفتنج الاول، وبس يجي وقت الاذان راح اخذ لي يمكن موزة بروتين بار هيك يطلع لي او يعطيني طاقة، وبعدين ان شاء الله اكمل كارديو. Let's go to train. This is my outfit. مرمورة outfit في الاسود، واحط هذا الشيء عشان هيك حمايه لنا. بس ايها الاصدقاء فلنذهب. لا تنسوا تحطوا لايك لميرا المرموره الحلوه الاموره، وتحبوني في التعليقات كالعاده. والله وجهي كثير تعب، احس انه الصيام اثر فيها. بحكي بقدره قادر رقي ينشف. يلا ليتس جو، سي يو ذير. سوي ماسك لشعري. خليني افرجيكم اللي جبناهم. صرتوا تعرفوا انه انا من بين اهدافي اني انا اعتني بشعري، فجبت هاي اللي تكون ساتان عشان هيك احطها هكذا وانا نايمة احطها هيك على رأسي، لانها بتحمي الشعرة وما تخليها تتكسر. بدل هاي تقدر يكون عندكم، عرفتوها المخدة تكون ساتان بنفس نوعية القماش. اما هذا هون يكون نايلون اذا بدك تحط ماسك على شعرك، او مثلا وصفة الحنة وتحطه. اما هذا فهو حبة البركة. وهلا نروح للمطبخ نسوي مية الروزميري، ورح نشوف هلا الخلطة اللي رح نسويها سوا. مية الروزميري معروفة انها كثير بتساعد يعني على تطويل وتكثيف الشعر، فقلت خلينا نجربها. يلا نروح نجهزها سوا. اول شي ماء معدني، لانه المية هون في روسيا سيئة. راح احط هون الروزماري، واخيرا اعواد قرنفل حبيت هون اضيف. وبس هاي هي خلطة مية الروزماري. سو هذا هو القوام اللي نتحصل عليه. راح خليه يبرد بعدين هيك نحطه في علبة رشاش. بما انه لو تلاحظون انه شعري زيت، فراح استعمل الميل. انا كيف بحطه؟ بحطه هيك على الجذور على الفروة، وبعد ما اسوي على الفروة كلها اخذ هذا واسوي هيك مساج خفيف لكل فروة الرأس، وكمان احط الزيت على الاطراف. بس pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó. بدنا نسرق شي من غرفة مياسم. بسم الله سبحان الله، لو طلبت الجنة كانت اجتني. كان بدي اسرق لها كتب دكتور علاء. اقيس ما عنديش انا تبع الانفكشن، خليني اشوف لاني بدي اذاكر انفكتيوس ديزيز.
تكتب الامتياز. اني اشوف شو في internal medicine emergency. لا هش باشياء على infectious diseases، فشكلي رح اخذ هذا واخذ هذا والسرق حلال. احذكر بيهم وارجعهم لها، نرجع الاشياء لطبيعتها عشان ما ينتبه احد انه سرقنا. شكرا. يا اصدقاء مذاكرتي كيف راح تكون؟ هو ياذن عنا الاذن، قصدي انه الفجر عنا الساعة 5:15، فرح بلش حاليا من نص الليل لحد يمكن الساعة 4، اذكر بس 4 ساعات، بعدين اروح اتسحر اصلي واروح انام لانه كمان عندي دوام. انا هيك صراحة روتيني ماشي، اني صاحية بالليل وانام يعني على بعد الفجر شوي، وبعدين اروح لدوامي لانه دوامي بالمساء. بس بعدين رح تكون عندي روتيشن ثانية فرح يتغير السيستم تبعي، بيصير بالعكس. بس قبل ما نبدأ بدي اسوي الانبوكسينج هذا معكم، سويته مع جماعة الانستغرام، قلت ليش لا اني انا افيدكم على المنتج. كلكم تعرفوا انه انا صار عم بهتم اكثر بشعري، لو تشوفوا حتى في دمعة هون ما بعرف اذا شايفينها او لا، بس انا عم لاحظها من كم فترة. انا كنت بستعمل براند ثانية اسمها Bath & Body Works لترطيب جسمي، البراند جنن، بس صارت متطبعة فبدلتها بإيفغوشي. إيفغوشي كثير منكم في الانستغرام قالوا لي انها متطبعة، بس انا في موقع استعمله اسمه موقع بدناش، هذا موقع اردني تحط فيه البراند اللي انت بدك يعني او تفكر انك تشتريها، فتشوف بتقولك هل هي تدعم اسرائيل او لا. فهاي بالفلور اعتقد انها جديدة، مسوين تغييرات يعني في إيفغوشي، لانه صار لي كثير ما اشتريت من عندهم اي شيء. هاي تجنن الريحة تبعها على الورد، وافكر اني اشتري جل شاور تبعهم. اما هذا ديتوكس لفروة الرأس لسه ما جربته، بجربه بقلكم عليه. شفتوا ليكويد، بس انا جاي احكي لكم على البوكس هذا. هذا شامبو ابري شامبو، يعني ابري شامبو شو هو؟ كونديشنر. وهذا اللي هو واقي للحرارة. انا جاي اجرب معكم هاي التجربة لاني جربتها مع جماعة الانستغرام. جماعة الانستغرام بدي اياكم تنبهروا مرة ثانية. ريحتها تهبل 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 تهبل، مش ندمة اني انا شريتها. وهذا اصلا شريت بوكس كامل بس عشان هذا، لاني لقيت عليه عرض، فقلت انه السعر هذا قريب على البوكس كامل، فقلت خلاص مدام عليه البوكس عرض يلا خليني اشتري. سو التجربة كالاتي، رح نجيب هون باتوني، هي تبع تنظيف الاذن، حط عليها السائل. انا خايفة اني ابقى على تيابي، بس بدنا نعبيه هيك نغذيه، نعتبره انه هاي شعرة وعم نغذيها. انا بنصحكم انكم تسووا هاي التجربة هاي مع اي منتج تشتروه تبع حماية الشعر من الحرارة، بيقولوا انه هذا يعني يحمي الشعرة ل 240 درجة. فين حتوصل 240 درجة؟ شايفين؟ ولا صار لها شيء، ولا صار لها شيء. نيجي لهون المش محمية ولعت. شوفوا 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 كيف تحرقت هاي المحمية. خذوا البرودكت وعينكم غمضة واشكروني تحت في التعليقات، قولوا لي ميرا المرمورة بدونك ما بدي اقدر نعيش. اكتبوا علي. كل ما راح اجرب منتج جديد وصفة جديدة راح لكم. كثير بنات في الانستغرام خوفوني اني عم بستعمل زيت اكل الجبل بنفس الوقت المية تبعه زي الوصفة اللي فرشتها لكم انه بيطلع الشيب، فبليز اكتبوا لي انصحوني. انا خفت الصراحة، عم فكر اني انا اوقف عليه بس ما بعرف. انا ماخذة جينات اكثر عيلة ماما، فانا واخي صغير اكشلي ماخذين جينات عيلة ماما، وعيلة ماما جيناتهم عندهم شعر خفيف، بينما عائلة بابا عندهم شعر كثيف، واخي الاكبر واللي اكبر مني ماخذين جينات عائلة بابا، وانا حظي اخذت جينات ميد ان تشاينا. فلهيك مهما حاولت اني انا احسن شعري، سويت البي ار بي، كل اللي تتخيلوه ما فاد معي. والحقيقة المرة لاي بنت شعرها خفيف وهذا ونابع من الجينات، مش نابع بضرر معين او تغذية او غيره، من الجينات مثل حالتي، الحل الوحيد هو زراعة شعر. خلينا نكون واضحين مع بعض. يعني انا سويت البي ار بي، خسرت عليه كثير فلوس وما يعني سوى معي نتيجة، والبي ار بي اصلا
موضوع مع كثير ناس ما بياخد نتيجة، خاصة اللي عندهم هالشي في جيناتهم. بنصح به اي وحدة انه تخسر فلوسها عليه اذا انت جيناتك هيك يعني، الا اذا كان جينات شعرك منيحة ممكن تستثمري فيه. المهم لا علينا، ولكن انا حاليا عم حاول اني انا احافظ عليه عشان ما تتدهور صحته الى ان اني انا اقوم بالعملية. اعتقد انه ان شاء الله ان شاء الله اذا الله رزقني، لانه العملية مش غالية، رح سويها بعد ما اخذ الريزيدنسي بروجرام، بعد ما اصير طبيبة مقيمة. اشوف لي وقت معين لانه كمان لازم اخذ اجازة وقتها من الشغل، فاشوف اجازة من الشغل وفترة اقدر اتقوقع فيها في البيت لانه شكل مش رح يكون حلو، اسوي فيها العملية. واذا سويتها اكيد رح اشاركها معكم. تخيلوا ايها الاصدقاء، تو روتيشن واخلص السنة خلاص دكتورة. لما زلت لي بس هاي الروتيشن، هاي 3 أسابيع وكمان روتيشن ثانية تقريبا 10 أيام أو أسبوعين اللي هي الأورام، وخلصت. بعدين طب الروسي اللي هو مش مهم أبدا، اللي رح يكون فيها الفترة أذاكر فيها لامتحانات الجوست إكزام هون اللي هي امتحانات التخرج. So guys، بما اني رح نام فبدي اسوي سكين كير تبعي. اول شيء بدي اغسل وجهي. انا مش حاطه مكياج بس بغسل وجهي مع ذلك. واحد كان في المطبخ وبينظف وما بعرفش ايه. في عندي هذول الحبات تبع البيريود، وكمان سويت ديرما بين فعم يطلع لي الحبوب اللي تحت الجلده. انا دائما عندي حبوب تحت الجلده تكون في المنطقة هاي اللي هي بتكون الرؤوس البيضاء. راح احط لكم هون فيديوهات لما سويت الدرمابين. سويته قبل رمضان كم يوم، هذا معقم للبشرة دائما بسويه لانه بنتعرض للتراب وللتربة، هي تساعد انها تكون حبوب في البشرة، فبسويه عشان انه يعقم بشرتي وما تصير ليش حبوب. خليني ارجع احكي لكم على الدرمابين. الدرمابين بسويه لانه يعمل كولاجين ستيميليشن. اي تراوما اي تروما تصير للوجه فهي تسوي كولاجين ستيميليشن. كيف تصير تروما؟ هي زي ثقب الدرمابين بتفوت هيك في البشرة، وزي ما بتجرح البشرة زي ما نقول احنا اللي هي تلمس اول لاير للسكن. بعدين سويت كمان البي ار بي. البي ار بي بيجدد خلايا البشرة. هذا البروسيدير اسويه 3 لـ4 مرات في السنة، يعني انا حاطه سكادجول زي هيك. نفس الوقت اذا عندكم تصبغات من الحبوب بيشيلها، اذا عندكم حبوب تحت الجلده نفس الشيء بيطلعها لبرا.
كل البرندات اللي انا عندي متطبعه مع الكيان الصهيوني، ف ما تشتروش نفس البراندات اللي عندي، لانه انا اشتريتها قبل الحرب واشتري كميه كبيره وظلت معي. هايلورونيك اسيد ما بعرف باي براند الصراحه راح اعوضهم، ان الكميه قربت تنفذ علي. انا من نوع من الناس اللي لما يشتري اشتري هيك بيرفكشن، يعني هيك اضل اجمع واشتري كل شيء مع بعضه. على فكره انا ما بنسى الرقبه، مستحيل انساها الرقبه. ونصيحه بما اني بحكي على الرقبه، انا ما كانت عندي الخطوط هاي اللي في الرقبه ابدا، رحت سويت فيلر في سنه رابعه، طلعت هيك لاني مهوسه بيرفكسيونيست. انا مشكلتي بيرفكسيونيست اكثر من اللازم. فشو صار لما سويت الفيلر؟ الفيلر كان يعني جدا قوي على البشره تبعي، الفيلر اللي استخدم كان جدا قوي، فما شفت عليه اي نتائج وازعجني اصلا شكله. حسيت علم على رقبتي وانا اصلا ما عندي خطوط في الرقبه، هو علم عليه مفيش اصلا نتيجه، وبالعكس الشكل صار سيء جدا. ففكرت اني انا لما اشيل الفيلر راح يروح، ولكن نسيت شغله، لما تسووه يسوي زي شرينك. شايفين هذا خيط وهذا خيط، هذا خيط مش تجاعيد لو بتشوفوها، مش تجاعيد لايك انه حفره. وهذا هو الفيلر انا شو سوالي مع الاسف، لهيك ما بنصح ابدا ابدا تحطوا فيلر للرقبه. اذا مثلا بدكم تسوي انتي ايجينج خليكم في الدرما بين مع البي ار. خليني اقرب لكم هون، لو تشوفوا صارت عندي تصبغات خفيفه، مش فاهمه من شو. يعني انا مستحيل مثلا اسوي فيتامين سي او ريتينول واطلع بيه، او اصلا اطلع بدون سان سكرين، يعني مستحيل اني اسوي هاي الاشياء. فمش عارفه من شو اجاني، واجاني هالفتره يعني تقريبا من شي شهر، مش عارفه شو الخطا اللي انا سويته حتى صار فيني هيك. لو تشوفوا اني انا ببعد على المنطقه هاي قدر المستطاع. المرحله القبل الاخيره بحط هايدريتنج كريم. او ماي جاد، انا بحط كميه غير طبيعيه لبشرتي عشان بدي اياها تترطب قدر المستطاع. يعني بحس الترطيب هو احدى اهم الاسباب اللي تخلي البشره مش صحيه، بنفس الوقت تعمل تجاعيد. ترطبي قد ما تقدري يا اختي. طبعا الرقبه ما ننساها. سو هاي الجواشة بنظفها دائما قبل وبعد. بدات استعملها صراحه حسيت انه هاي اللاين انه نشد من هون. الصيف اجا، بدنا نجهز انفسنا لجلو اب لجسمنا انه يكون حلو، بدنا نسوي هيك حركات جنتل عشان اذا سوينا بقوة بنسبب تجاعيد للمنطقة. فكل شيء بنعومة ولطافة. بالنسبة للحبوب في هالمنطقة هاي اللي هي الحبوب الرؤوس البيضاء، لانه في فرق ما بين السوداء والبيضاء، في عندكم طريقتين، يا اما تستعملوا الساليسيليك اسيد او نياسيناميد. نياسيناميد تقدروا كمان تستعملوه لهون عشان يسكر المسام الواسع او يضيق، نقولوا يعني نقولوا يضيق المسام الواسع. فتقدروا تحطوا اذا عندكم هون مثلا في انفكم مسام واسعة او هون. انا ما بستعمله صراحة نادرا، لو شايفين العلبة بعدها مليانة، على عكس السايليسيليك اسيد مستهلكه نصها. فبنيجي هون لهذول الحبات في هالمنطقه هين، ما حطينا فيها اي شيء. شو بيسوي السايليسيليك اسيد؟ بيطلع الحبوب اللي هي هاي اللي تحت الجلده، بيطلعها لبرا على فورم زي هيك، وبعدين يمتص الزيوت منها وتموت. واخيرا وليس اخرا مرطب شفايف. احمي اول شيء شعرنا، من انا من النوع اللي بيزيد كان شعري كثير لما احط سكين كير. فشو راح اسوي هلا؟ راح احط هذا. احط هذا الساتان اول شيء انه يحمي الشعر من انه يكسر ويتلف. ونايمة بنفس الوقت الصراحة ما يزيد لي شعري. That's it. بشوفكم بعدين.